قضية اغتيال الرئيس الشهيد رينيه معوض، الملف طوي، اختفت كل الدلائل، حتى اليوم لا نعرف من اغتاله. بالنسبة لكم طوي الملف فعليا، وحضرتك لمحت إلى عدة أمور، يعني أنا قرأت كل تصريحاتك. في مرة قلت ربما السبب متعدد، قد يكون الفلسطيني والعراقي، قد يكون السوري، قد يكون عدم رغبته بضرب الرئيس ميشيل عون أنذاك، وكان حالة تعتبر حالة تمرد. برأيك أولا لماذا طوي الملف؟ أول شيء ما في ملف، سبب الاغتيال. أول شيء ما يعني ما صار في ملف طيطوى الملف للأسف. صحيح. القضية أسوأ من أن طوي الملف بملف اغتيال الرئيس الشهيد رينيه معوض، اللي هو قبل ما يكون والدك هو رئيس جمهورية لبنان. صحيح. في ورقة واحدة اسمها وثيقة الوفاة، ما صار في ولا أي بداية تحقيق تنقول أنه طوي الملف، ما صار في تحقيق ببساطة، ما صار في تكوين ملف ولا صار في تكوين لبداية ملف. ثانيا توضيحا، صحيح سرق محرك السيارة. صحيح. وصحيح سرقت كل أوراقه. صحيح. وكانت موجودة بسيارة. صحيح. درك. صحيح. مشان هيك بأول ساعات بعد اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وقت بلشنا عم نشوف كيف صار في محاولة للطمر وإمحاء دلائل الجريمة، رجعت كنت عم شوف المشهد اللي بالشكل نتيجة الانفجار، لأنه الاغتيالين صاروا بانفجار كبير، عم برجع أشوف المشهد وعم برجع أتذكر شو صار مع الوالد، كيف نمحيوا كل أثار الجريمة شيء ورا شيء ورا شيء بفترة أسابيع. يمكن الفرق أنه بوقت الشعب اللبناني سنة 2005 انتفض ومنع استكمال هالمشهدية اللي يعني اللي هي مشهدية مأساوية، سمحت لأنه بالنتيجة باستمرار سياسة الاغتيال. تخليتوا عن القضية؟ اثنين، ولا لحظة بنتخلى عن القضية. اثنين، أنا ما قلت بالضبط أنه ممكن يكون، أنا قلت بس من باب التوضيح. نعم. أنا قلت بأول مرحلة ما بعد الاغتيال كان عنا تساؤلات. صح. كان ممكن يكون أكثر من طرف اغتال الرئيس معوض، لأنه كان في أكثر من احتمالات. كان في أكثر من طرف. صح. متضرر من أو معارض لاتفاق الطائف، ولكن كملت. وطبعا حطيت ثلاث احتمالات، حطيت احتمال السوري، حطيت احتمال التحالف العراقي الفلسطيني آنذاك، وحطيت الاحتمال الإيراني. وكان بوقتها يعني بأول أشهر ما بعد الاغتيال تبين، يعني كان هذا التساؤل مشروع، لأنه كان هالثلاث أطراف عندهم يمكن المصلحة وأكيد القدرة أنه يعملوا هذا الاغتيال، إلا أنه ومنهم أنه تم طي أو تم عدم سماح للتحقيق، وهذه واحدة من المؤشرات. وثانيا أكيد معلومات أجت لنا تباعا مع الوقت توضح أنه لا، النظام السوري هو من اغتال الرئيس معوض. وشو الأسباب؟ إيه ساعتها أنا فسرت شو الأسباب. هو إذا بدك هذه الأسباب بتتلخص أو تجسدت بالاجتماع الشهير اللي صار بين الرئيس رينيه معوض وبين عبد الحليم خدام، كان بوقتها وزير خارجية. طيب. احنا رح واللي هي طبعا واحد رفضه للدخول بمؤازرة الجيش السوري للمناطق الشرقية، الشيء اللي صار ب 13 تشرين لضرب ميشيل عون، وأصر على الحوار وطلب تسهيلا للحوار أنه الجيش السوري يبلش ينسحب من. صحيح. المناطق المسيحية بشمال لبنان كونه. صحيح. هو رئيس جمهورية من هالمنطقة تسهل الحوار. اثنين، موضوع تشكيل الحكومة، يعني عطاه بوقتها مجموعة أسماء عبد الحليم سبع وزراء تقريبا، سبع وزراء، أصر على ميشيل المر تقريبا. الرئيس معوض رفض ياخذ الورقة. طيب. يعني رفض يفوت بلعبة الأسماء، وقال أنه أنا لأنه كان بوقت واضح رايحين على تكليف الرئيس الحص. طيب. كان عم بيقول أنه هيدا بينعمل بين رئيس جمهورية لبنان. نعم. ورئيس حكومة لبنان، وهذه الحكومة ستطبق اتفاق الطائف. هيدا بيرجع لرينيه معوض الشهابة. طيب. اجتماع الخيمة الشهير بين. صحيح. الرئيسين عبد الناصر وفؤاد شهاب وعبد الناصر. طيب. سؤال استاذ ميشيل، معليش، لأنه في القسم الثاني سنتحدث مطولا عن الاغتيال وكيف حصل، وسيكون معنا ضيوف، وبتمنى عليك ألا تغادرنا، لأنه كنا مشترطين أنك تبدأ الحلقة ثم تغادرنا. أنا بموضوع الرئيس معوض بس سؤال، في موضوع أساسي كنت بدي ناقشه معك.
هيك ممكن بسرعه اذا حبيت إيه. بس نحن لانه مفضلين للقسم الثاني لا لا ما له علاقه بالاغتيال، له علاقه بالرئيس معوض بحد إيه. لانه انت سائل سؤال وقلت نعم. انه هل ميشيل معوض وسطي إيه. مثل انا برايي انه وصف الرئيس معوض بالوسطي هو وصف مش دقيق. الرئيس معوض كان مرن بس كان صلب. الرئيس معوض كان حامل مشروع، مشروع كان بدي اقول بالرغم من الشكل بس كان متطرف باتجاهه. الرئيس معوض كان اول شيء ابن الصيغه اللبنانيه وانسحاب كل القوى الاجنبيه قبل 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 هو ابن الميثاق. كان يعرف هون كان يرفض الاخوات الطائفه ان صح. كان مسيحي او سني او صح. شيعي صح. ومشان هيك قلت لك نحن فكان ابن الميثاق وابن الصيغه اللبنانيه وكان متطرف للصيغه اللبنانيه. اثنين الرئيس معوض كان شهابه، كان شهابه بدي ذكرك استسامة انت بتعرف بدي ذكر اللبنانيين بدي ذكر اللبنانيين لانه انت يعني السيد اللي عارفين. الرئيس معوض بين خياره شهابه وبين ابن بلدته الرئيس سليمان فرنجي وقت فرقت على صوت هو انتخب، مش بس انتخب، خاض معركه الياس ساركيس، مش لانه كان ضد شخص سليمان فرنجي كان تربطه فيه علاقه شخصيه وطيده، ولكن لانه خياره الشهابي كان خيار اساسي. شهابي بمعناته السياده اولا، اللي حكينا عن اجتماع الخيمه بمعنات السياده، يعني وقتها كان لبنان يعني في انقسام سياسي بين العروبيين اللي كانوا اوقات يتخطوا السياده اللبنانيه وبين السياديين اللي كانوا عم بيرفضوا انتماء لبنان العربي. الخيار الشهابي كان خيار سيادي عربي. صحيح. اثنين خيار دولة المؤسسات وثلاثة خيار الانماء المتوازن. الرئيس معوض انا ذاك بهيديك المعركة قيل صوت الله انجح لانه على صوت واحد الرئيس الرئيس لما فرنسي بهيدا اليوم المعنى الرئيس اليوم يمكن معوض صوت حزب الله هو اللي نجح مش هيك ولا لا؟ خلينا نحن برأينا بهذا الموضوع بغض النظر عن طيب موازين سؤال القوة أخير بس بدي انهي بالقول بهذا الموضوع خليك معنا انه الرئيس التاني. معوض لو كان وسطي أوكي. وما كان حامل مشروع واضح انا بأكد لك ولا واحد بلبنان طيب. اختيل بوسطيته. رح نتعرف أكثر عليه بعد قليل خصوصا للجيل الجديد وستبقى معنا قليلا لتستمع للضيوف. هل أستاذ ميشيل حين تنظر إلى صورته اليوم تشعر بأنك تنتقم له في مكان معين؟ يعني ما بحب كلمة انتقام، نحن ولا لحظة كنا بمنطقة الانتقام، ولكن أنا بفتخر أنه أنا ابن مشروع، ابن مشروع ابتدى مع فؤاد شهاب ومكمل مع الرئيس معوض. ابن مش بالمعنى الجسدي أو بالمعنى الوراثي، لا أنا مقتنع بهذا المشروع، أنه هذا المشروع هو المشروع الاستقرار الوحيد للبنان. وأنا بعتقد أنه بفتخر أنه نحن من مدرسة سياسية انوجدنا أوقات بالسلطة وانوجدنا أوقات بالمعارضة، تم اغتيالنا، حبينا لبنان حتى الموت، حتى الاغتيال، حتى الشهادة. يمكن أوقات أخطأنا، يمكن أوقات أصبنا، ولكن ولا مرة ولا كنا جزء من لعبة الدم بلبنان ولا كنا جزء من لعبة الفساد بلبنان.